ما نخدم باش نكون مع ولادي، ولا مريضه كنقول نمشي نخدم، ندير غير ما لقيتش حساب باش ندير غير بيعه وشريه، غير باش ندير غير تعميره مثلا، غير ديال تقاشر ولا ديال لاش ما كان، غير ديال ربيع، ديال النعناع، ديال اي حاجه اللي نعاون بها راسي ونعاون بها داري ونعاون بها وليداتي باش يبقاو في جنبي. نمشي ونتقاتل واخا غير نجفف العنل هادي، ولا نتصبن، ولا ندير اي حاجه، ولا كنشوف ولادي كيتشردوا قدامي. هذا اكبر سبب اللي زاد ولدي مرضو في حياته، باش بلا كيبغى باغي غير يطج، ما باغيش يبقى عند امو عند با. ما نخدم باش نكون مع ولادي وباش نوقف مع ولادي، ما لقيتش، ولو مريضه كنقول نمشي نخدم، كنقول نمشي ونتقاتل واخا غير نجفف العنل هادي، ولا نتصبن، ولا ندير اي حاجه، ولا ندير غير ما لقيتش حساب باش ندير غير بيعه وشريه، غير باش ندير غير تعميره مثلا، غير ديال تقاشر ولا ديال لاش ما كان، غير ديال ربيع، ديال النعناع، ديال اي حاجه اللي نعاون بها راسي ونعاون بها داري ونعاون بها وليداتي باش يبقاو في جنبي. لان حتى شي ام ما كتقدر تشوف ولادها بعادين عليها، ما كتقدرش تشوف، ماشي حتى بعادين عليها، غير يكونوا بعادين عليها ويكونوا على خير وبخير، ما يكونوش يعني يخرجوا للتشرد. كنشوف ولادي كيتشردوا قدامي، كنشوف ولادي كيضيعوا، كنشوف ولادي اللي كنت كنقول هما عينيا، هما كلشي، هما اللي غيوقفوا معايا، هما هادي، هما اللي كنشوفهم كيضيعوا قدامي. كنشوف ولادي كيتشردوا، ما لقيتش ليهم الجد. وبعد المره كنبقى نقول يا ربي بغيت نموت، ما نشوفش ولادي في هذه الحاله هذه، زعق ما نبغيش نشوف لا ولادي ولا اي طفل في السن ديال ولادي خارج التشرد او غيتشرد. علاش؟ حيت والدي ما عندهمش. علاش؟ حيت والدي خاصهم كراو ما عندهمش باش يخلصوه. علاش؟ حيت الدري داخل باغي يتغدى ما لاقيش، حيت الدري داخل باغي يفطر ما لاقيش باش يفطر، حيت الدري باغي يمشي للمدرسه ما عندوش باش، باغي ياخذ كسوه باش يتكسى باش يدخل للمدرسه بحالو بحال عباد الله ما عندوش، باغي يشري غير الكتوبه باش يدخل يقرا ما عندوش. انا ولدي هذا العام هذا اللي هو خرج فيه من المدرسه، السبب اللي خلاه يخرج من المدرسه ما عنديش باش نشري ليه الكتوبه، ما عنديش باش نشري ليه الكتوبه، ما عنديش باش نكون معاه باش يدخل. هذا اكبر سبب اللي زاد ولدي مرضو في حياته، باش بلا كيبغى باغي غير يطج، ما باغيش يبقى عند امو عند با. قلتش اللي وصلت ليها، وليت كنتمنى الموت. علاش؟ حيت كنشوف قلتش اللي وصلت ليها، كنشوف ولادي كيتشردوا. انا ما بغيت حتى شي حاجه ليا، بغيت غير ولادي شي حاجه نديرها اليوم، ماشي تكوين، شي حاجه اللي ننقد فيها ولادي، اللي ما نشوفش ولادي كيتشردوا. انا اقسم لك بالله العلي العظيم وهذا الشهر المبارك عند الله سبحانه وتعالى، انا ما غنهضرش معاك غير انتيا، هاد الهضره هادي غنقولها لك انتي وغنوجهها كاع للناس اللي كيسمعوني. انا بعد المره وكنوصل للمرحله اللي كنقول صافي نسمح في كل شيء ونزيد، نسمح في كل شيء ونزيد، ولا نعاودش انا كنجلس كنقول فين غنمشي، فين، واش غنخرج للزنقه، واش غنمشي لشي حاجه اللي ماشي هذيك اللي غتغضب الله، واش نخرج نسرق، واش شنو غنخرج ندير، فين غنمشي، ما عنديش فين غنمشي، ما عندي لا ام لا اب لا حتى شي حد اللي غنحط عليها الراس، ما عندي حتى شي حد، شنو واش نخرج للزنقه، ما عنديش فين نمشي، ما لقيت خدمه، ما لقيت اللي يعاوني على بيع وشريا، ما لقيت حتى شي حاجه، كنقول شنو واش غنخرج لشي حاجه خايبه، انا ما عنديش جهد، انا ولادي ولا رجال، كيما كنقول لك راه الكبير في عمره 16 عام، شنو واش غنخرج للطريق، واش انا مرت راجل، وانا يعني بزاف د الحوايج كيبقاو يطيحوا لي في بالي، وكنبقى نجلس وكنبقى نقول استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم، هادو بلا مش تراجم، هادو بلا مش تراجم، هادو بلا مش تراجم، وكنبقى نستغفر ونقرا في القران ونجلس ونقول يا ربي فرج عليا. يعني وصلت لشي مراحل اللي ما نقولش لك، ولا اني لا اله الا الله محمد رسول الله. يسا ما كانتش بحال هكا قبل؟ لا إيه، مع الحاجة الوحيدة اللي كانت هكا قبل هي يسرى بوحدها في الدنيا، كبرت بدون أم بدون أب بلا حتى شي حاجة، كبرت ما كنعرفش والديا، ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج، كبرت يتيمة، تلاقيت مع ولد الناس، حطيت عليها الراس، باقا صغيرة، تزوجت بيه، ولدت معاه وليدات، ولو مع عائلتي وما كلشي، ولكن كنت بخير، راجلي خدام كيمشي يجيب الطرف الخبز
ويجيبو. كان بصحتو خدام كيمشي لا جوطيه لا جوطيه، كيخدم جوج جوطيات ثلاثه جوطيات في النهار، وكيجيب لنا مصروفنا ويجيب لنا كل شيء. يعني كان مصروفنا خير من مصروف ديال الموظف. ولكن من بعد ما الراجل طاح مرض ماشي دارت بيا الدنيا، لحتني الدنيا، لحتني الدنيا بحال شي حشره، لحتني الدنيا ديال بصح، وضربتني الدنيا ديال بصح. وليت كنشوف راسي لا شيء، لا عائله لا مستقبل ولادك. ماشي نقول مستقبلي انا دوزت داكشي اللي قسم لي الله. كنشوف حتى مستقبل ولادي ما كاينش، حتى شي حاجه اللي غندخل منها غير لقمه العيش لولادي ما كايناش. دارت بيا الدنيا لدرجه خرجت للسنقه ما لقيتش فين نسكن، دارت بيا الدنيا تراكمت عليا الكرام والدرجه رات عليا، دارت بيا الدنيا بزاف د الحوايج. وليت كندق على عباد الله يعطوني ما ناكل، ولا اله الا الله محمد رسول الله. الحمد لله. ما عمرني كنت كنتظر بانني نضعف صحتي، ما عمرني كنت كنتظر بانني نوصل لهاد المرحله هادي بصفه نهائيه. ولا نقول واحد النهار غنتخص وغنكون ما عنديش، او واحد النهار ولادي غيتخل ولادي غنشوفهم كيتشردوا قدامي وخارجين للزنقه، او باغيين يخرجوا للزنقه على وديه والديهم ما عندهمش، او حيت انا ما عنديش باش نكون معاهم. ما عمرني توقعت نقدر نتوقع اي حاجه، ولكن ما كنتش نتوقع بان غنشوف ولادي كيضيعوا قدامي وكيتشردوا قدامي. هذه الحاجه الوحيده ما عمرني كنت كنتوقعها، ما عمرني نبغي على شي حد ولو يكون كيف ما بغى يكون. ما نبغيش ليه هادشي، هذا اللي كنحس به انايا. واي ام بغات تحس بيا، واي ام الا كانت ام وكتبغي ولادها غتحس بهاد الهضره هادي اللي كنقول. محمد رسول الله. الزوج ديالي شنقول لك، الحمد لله، يعني عشنا واحد الحياه زوينه، راه ماشي يعني عام ولا عامين، راه 18 عام وانا وياه، راه رباني على يدو، راه خداني باقا صغيره. والحمد لله كيف ما كاع الناس كيدابزو كيتصالحو كيتناقشو مشاكل يعني عائليه عاديه، لكن راجلي انايا ضعت فيه وضعت بزاف د الحوايج فاش مرض راجلي. ايه تبدل وتبدل فاش مرض بزاف، بحكم المرض اللي عنده، ولا كيتعصب بزاف، كيشوف راسو باغي يخرج يخدم يجيب طرف الخبز لولادو وما لاقيش، كيشوفني انا عاوتاني كنخرج بعض المرة بحال هكا المواقع التواصل نطلب الناس باش يعاونوني باش نشري ليه دواء او باش نخلص كراء، او كيزيد المرض كيزيد يتعصب. والحمد لله الحمد لله. الطلب ديالي هما كنطلب من الله سبحانه وتعالى ومن اي حد شاف فيا يعاونني، ماشي على ودي انا ولا انا. الزوج ديالي مريض، عنده جلطه دماغيه مشلل من النص ديالو، انا عندي مشكل ديال القلب، عندي عضله ديال القلب عندي مشكل فيها، عندي جهه ديال اليسر عندي فيها الماء، عندي مشكل ديال الطونسيو حتى انا. يعني والحمد لله هذا ابتلاء من عند الله، والحمد لله الحمد لله الحمد لله. كنطلب من خوتي المحسنين يعاونوني باش نكون مع وليداتي وباش نكون مع راجلي في الدواء وفي الدواء ديالي. كنتمنى من الله ومن خوتي المحسنين يعاونوني باي حاجه، وانا بغيت ما كرهش يعاونوني غير بشي حاجه باش ندير غير شي زعمايره، ندير غير مثلا غير شويه دربيع ولا دب بحال هكا رمضان، يعني ربيع كاين كلشي كاين، نقدر غير باش نوكل ولادي. اقسم بالله العلي العظيم ما لقيتش حتى باش نوكل ولادي، وربي اللي شاهد عليا. دوار سالي ليا راجلي راه حاليا في السبيطار في مني عبد الله ناعس، ما لقي لا باش نمشي عنده ولا باش والحمد لله. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.